وعايز ابتدي معاك يعني قبل ما ندخل في تفاصيلك انت الشخصيه وخلفيه الاصابه اللي تعرضت لها وجرأها، عايز بس اسالك عن حاجه دايما انا والهواد بنتكلم عنها، منين ما بتيجي سيره مشاركات ابطالنا المصريين البارالمبيين في اي دوره بارالمبيه. في ابطال في كل دول العالم، لكن احنا كواليتي البطل البارالمبي المصري اكيد مختلفه عن غيره، بدليل ودي برضو حاجه اتكررت كتير قبل كده في برنامجنا ان ابطالنا غالبا ما بيكونوا بيعانوا من نقص، مش هقول لك انعدام، بس نقص الدعم او الامكانيات اللي المفروض تكون متحققه عشان يعني يبدعوا، ومع ذلك بتبدعوا ومع ذلك بترجعوا من كل دوره بارالمبيه محملين بكل الميداليات المتاحه تقريبا. اكيد الموضوع ده وراه سر او وراه شيء احنا عايزين نعرفه، ايه هو بقى؟ بص، ايه خصوصيه البطل المصري البارالمبي؟ بص حضرتك، احنا كلاعيبه بارالمبيه بيكون في حرب ما بينه وما بين نفسي، انا عايز ان انا احقق. فالحمد لله احنا كلاعيبه بنشتغل على نفسنا كتير قوي، بنعزل نفسنا عن كل حاجه. لا، انا رايح بطوله عالم او دوره اولمبيه، فهو انا هحقق الانجاز. الانجاز لما انا بعمله بيبقى ليا انا نظره تانية، ما بعتمدش يعني طبعا الدعم والمطلوب، ولكن انت لو بصيت للدعم دايما من غير ما تشوف هدفك فين، فهو انت مش هتنفذ الهدف اللي انت عايزه. صح. فدايما بعتمد على نفسي اكتر، بيكون في ما بيني وما بين نفسي اللي هو في منافسه ما بينك وما بين نفسك، مش ما بين حد تاني، اللي انت هتحقق الذات يعني. بالظبط، اللي انت هتحقق، انت مش مستني حاجه، لا اعتمد على نفسك. انت زي ما بيقولوا كده، احنا لما بنلعب بطوله عالم او دوره اولمبيه، هو احنا بيكون في حرب بس بشكل تاني. يعني انت نازل بتلعب مع كذا لاعب من كذا دوله، فانت لازم تحقق. انا الاصابه اللي تعرضت لها دي كانت في شهر 2 اللي فات، كان عنده اصابه صعبه جدا وقويه جدا. الف سلام عليك. الله يسلمك. وكان في كونسلت ودكاتره المفروض ان انا ما العبش. يعني اتفقوا ان انا ما ينفعش العب الماتش. معلش، ممكن تقول لنا الاصابه ايه بالظبط؟ هي الاصابه جات لي في العضله الضمه، كان تمزق قوي جدا. المفروض ان انا كنت رايح مش اقل من شهر ونص شهرين. في ايد حضرتك؟ لا لا، كان في العضله الضمه في رجلي. في رجلك؟ لا تمام. تمام. ف قبل الماتش حوالي 3 اسابيع جات لي الاصابه دي. فقالوا لي ان انت هتشارك، ولكن يعني خد بالك وانت بتلعب. تمام. انت مبدئيا بتلعب رمي القرص، رمي قرص ودفع الجول. بس اللي هي اللعبه الاساسيه بتاعت الاساس القرص. اوكي. فنزلت الماتش، الموضوع زاد، لان انت لما يكون في ماتش يبقى انت الموضوع بيبقى فيه ستريس اكتر من التمرين. خلينا نقول ما كنتش جاهز بدنيا لكن اخدت ريسك. بالظبط بالظبط، ده مش حلو. فالمفروض ان انا ما العبش الماتش، ما كملتش الماتش. فهي الفكره بقى اللي انا صممت ان انا العب، لان الفكره ان انا ما بلعبش باسم هيئه ولا باسم شركه، لا انا بلعب باسم مصر. فلازم اللي انت تحقق، اللي انت طالع من مصر عشان تحقق. وقد كان فعلا ان انا لعبت وعملت ميداليه، ما عملتش ميداليه ذهب بس عملت ميداليه برونزيه، ولكن في النهايه ان انا صممت ان انا العب واحقق ميداليه لبلدي يعني.